كل الشواهد تشير إلى أن قصص الدمار والخراب التي مارستها ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة تعز لا تنتهي، فكلما اجتزنا منطقة والأمل يحدونا على أنها نهاية العبث، تراءت أمامنا منطقة أخرى أكثر جرماً وأشد إيلاماً. لأكثر من عام رضخت مدينة النور تحت سطوة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. عانى خلالها سكانها ويلات القهر والعذاب، حتى بدأت تباشير التحرر تلوح في الأفق. ما إن شعرت الميليشيا بقدومها استجمعت كل قواها من أجل صده المرة تلو الأخرى، حتى كتب النصر وتحررت المدينة، فيما تراجعت قوى الظلام إلى الخطوط البعيدة. خرج الحوثيين بفعل تقدم المقاومة في التحرير في تقريباً 11/3/2015، عندما تقدمت المقاومة وكان التحرير من معبر الدحي، برباشة، الزنقل، ثم مدينة النور، المطار، برباشة. الحوثيين مباشرة بسبب تقدم المقاومة وحالة الرعب والانهيار بين صفوف الحوثيين كانت سبب في تقدم وانهيارهم، بفضل الله عز وجل ثم فضل تقدم الشباب عندما تقدموا لموقع الدفاع الجوي وشارك فيه جميع الألوية، لواء الصعاليك وكل الألوية والمقاومة، كانت سبب في تقدم وفي سيطرة المقاومة على ذلك. فكان الحوثيين لم يجدوا أي ملجأ إلا أن يفروا إلى 50، ثم انطلقوا وغادروا إلى 60. شعرت ميليشيا الانقلاب بمدى الذل والانكسار الذي لحق بها في حي مدينة النور، وهنا ذهبت إلى نقل المواجهات من حرب منظمة إلى حرب انتقامية. استخدمت فيها كل أساليب وأدوات القصف العشوائي على المدينة وعلى ساكنيها، فتعقدت الأمور ودب هاجس الخوف بشكل أكبر بين السكان في ظل استمرار القصف حينها بشكل متواصل. الحوثيين أمطرون بالهاونات، بالكاتيوشا، بجميع يعني أشكال ثقيلة، حتى إلى الآن ضرب الـ 12/14.5، يعني هذا ضرب يومي، يعني 12/14.5 هذه ضرب يومي. أما كان قذائف الهوزر، استهداف للبيوت، استهداف لجميع الناس، يعني كان الناس يعيشون في رعب، وهذا دلال على الانتقام. إلى الآن قذائف، يعني في أي وقت نتوقع الآن سقوط قذيفة، قد ربما تسقط الآن بجانبنا، لأن المنطقة هنا انتقام من أبناء تعز. عندما انسحبوا من هنا خلاص كان يضربوا علينا، يعني قذائف يضربوا علينا، رصاص، مش زي ما كانت يعني المقاومة لما كانوا حوته هنا. كانت المقاومة ما يضربوش علينا، كنا عايشين بأمان ما نخافش، بس بعد ما انسحبوا إلى وراء الدفاع يعني الآن في خوف، في قلق، يضربوا علينا بالرصاص، يضربوا رصاص، يضربوا قذائف. إن خرجنا نخرج إحنا على كف الرحمن، مع أن ندري كيف نموت، وإن دخلنا جلسنا في بيوتنا نجي لنا لا داخل، رصاص بالليل، والله أني أسمع رصاص من جنب الطاقة حقي. أنا نروح ما فيش أمان حتى داخل البيت، ما فيش أمان حتى لو رحت تشتري لك حاجة من السوق، تخرج إلا وقد تقول وداعتك نفسي يا رب، وداعتك عيالي يا رب، وداعتك أمتك يا رب، ورجعت ترجع على حادث. في بداية عام 2017
كان حي مدينة النور على موعد مع جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الإنقلاب 9 شهداء و7 جرحى سقطوا إثر قذيفة ميليشياوية بمشهد يعجز المرء عن وصفه أو حتى الخوض في تفاصيله. الساعة تقريبا يمكن الساعة 8:30 كذا مساء جاءت قذيفة إلى البيت هذا اللي هنا. مجرد ما سمعنا الضربة أني ذيك الساعة شليت بناتي خرج للصالة والغبار من عودة الصالة دخان أسود. أشوف كتين بناتي وأشوف هذيك فاعلة هكذا وأروح أخذها وأنسحب أدخل الشقة حق جارتي. أشوف أني الشقة أحسب القذيفة وعبي شقة جارتي وهي تحسب أني هنا. رحتوني لهناك ما فيش حاجة وما شفت أن بناتي معي كامل. قلت لك الحمد لله رجعت أشوف لهنا أشوف القذيفة من الطاقة حق غرفة النوم. اتصلوا لنا من القسم قالوا اخرج شوف علشان لا يكون في تجمعات ناس وكذا. طبعا خرجت أنا والعاقل الثاني العاقل الوحيد الله يرحمه مات. خرجنا لهنا جينا والناس متجمعين بكثرة حاولنا نحن نفرقهم. كل ما كنا نفرق ناس كل ما كانوا يجوا ناس آخرين. بعد يمكن حوالي يمكن ربع ساعة كذا جاءت القذيفة الثانية وإحنا هنا بقية الناس. فالقذيفة الثانية كانت يعني على الشباب عادوا هنا من المدينين كامل كانوا زادوا قال على الموجودين. فقابل خبرهم كنا اللي نشوف راسه بعد مقطوع واللي يده مكسور واللي رجله ما هلش واللي كرشه بالأرض. يعني حاجة كانت شنيعة لأول مرة تحصل عندنا في اليمن أعتقد. عرفت يعني طبعا هيك الساعه احنا اسعفنا انا عندي حافله اسعفت من المسعفين فنقلنا للمستشفى البريهي لم يرضى يتقاوم معنا مستشفى البريهي فيقول تحولوا للثوره. اكثر الشباب اعتقد اللي راحوا كان نزيف ما قدروش حتى يوقفوا لنا الدم. وقعوا منهم حوالي 9 قتلى و7 جرحى وانا من ضمنهم. اللي بات مات واللي جرحى راجل تتي تبكيك على صلاح وعلى محمد. صلاح الله يرحمه كان نجيب لنا احنا بياس كان يروح صنعان نجيب لنا بدلات. محمد عاد ضحية اسرق له على العملية زعلانين عليه. عام ونصف مر على تلك المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الانقلاب في حي مدينة النور. وها هي صور الشهداء لا زالت تتربع على أبواب المنازل. كذلك هي تفاصيل الحكاية ربما هي الأخرى لا زالت عالقة في أذهان من اكتووا بنارها بتفاصيل عميقة وأبعاد مختلفة. هذه يعني الآن في عندي سقوط قدم وعندي ضربة هنا في القدم حتى تحت هنا نفس الكلام اقتصت من هنا. الآن عندي 4 عمليات. أنا كنت بالبيت كنت بالقذيفة الأولى ما خلوني أخرج وبعدين من القذيفة الثانية قلت شو أخرج أنا عاد القذيفة الثانية ما قلت مديت رجلي شو أخرج كذا من الباب والقذيفة الثانية قلت والدخان وصل بي للبيت دخان وحالة عاد خلونا نحن نخرج اسعفوهم ونشروهم وقالوا احنا ما نستاهل نظلم معهم. ابننا كان بيته مخزن وسيب قاتون زرش وزع الناس لتجي قريبة هذه وصل مع وصول له هي قرحة الثانية على طول وقت بالوسط وراحوا الأول. دريت وخرجت وشو جيب كرت لهذول عبد السلام وبن عبد السلام يقول لي عندي اللي خرجوا هو ابنه برهان وعبد السلام الاثنين وراحوا. وبعدين قلت اقول بنيو شو جيب لهم كرت. رحت وشو جيب لهم كرت حصلت الخبر عند عبد الرؤوف هنا انه وحيد راح الاول. رجعت وقلت له اخوه الحق مع البريهي قالوا اخوك انه تعور. ما قلت له شنو قد جزع ولا راح لهنا وقال لهم خرجنا برا بالسيره مروحين ضمين. احنا كنا معتمد على وحيد جبنا مصاريف احنا بالنسبه للاب والام احنا جبنا كان مصاريف وكان راتب مستمر كان جبنا 10,000 بالشهر كنا مستردين عليه وشو هم تعبات كيف ما تعبات بهذلت بهذل ابنه. الحمد لله ما اصطلح مع امر الله.
لم تكن هذه الحادثة نهاية الجرم المقترف بحق هذه المدينة من قبل ميليشيا صالح والحوثي، فهناك قصص أخرى تضاهيها جرما وتختلف عنها حدوثا، لكنها بالمجمل جرائم حرب لن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن ينساها أحد. من مواقف الانتهاكات، امرأة كانت جالسة في بيتها إذا بالقذيفة تأتي وتقطع إحدى أرجلها. أيضا هذا المنزل الذي بجوارنا، امرأة أتت لها قذائف الآن لا تستطيع أن تمشي، إصابة في العمود الفقري وفي أرجلها. ضربوا من المطر لبيتنا، ما بزت البيت وحطته، ضربت الطائرة لا جنب، ضربت لا فوق لا بين الحجر هلا المقطوعات، ضربت لا هناك بين الصفاء. بعد كان يضربوا علينا منك من المطار، كم قا ضربوا مرت لا برا البيت ولا تقاهوا ولا الدبابة من هناك من المطار. زهدنا قذيفة نقدا مهرويل مهرويل من المطار، ودريش لعلي من باته هو كان شخراق. قلت له والله في قبني ما تخطي، وعسي قادة خلالها داخل، وهي وقع الثاني وهي وقع الثالث، حتى الزبات رجعنا قال رجعتوا هربتوا. قلت له بس هيا ورجعنا هربنا وقطعنا نفسنا وقزعنا لنا. وانا من الزيقة افتقع حقوقي، كنا نطلعكم قطلع الجبل هذا وانطلع نازل وانطلع نازل، عندما كان يطلعني كنت انطل وهو يطلعني وهو يعفد ويرتقم كلها نازل من الزيقة، ما اطرح يدي بالكعالة والجبل يرتعش مثل ما هو، اقول لك لا قلب 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 هكذا زيق قليل ما انا زايقة، واقول بزوني من هنا خرجوني من هنا ما زدت قس انا من مرة ان صحتي ما يقزع الا على علق ولا شامو ولا قس بالزوبة ما استر دحين لا دحت بالقاعة لا مع يدي الله العصيها لا اسنب ولا دنية قسم دنية ما هكبها كذا لما وصلت طرف المكان انا معطوفة نص انا كذا تقول ما بسوق العمود بسقة. جرائم ميليشيا صالح والحوثي في حي مدينة النور ربما تفوق عدد مبانيها، ولا زالت تصدر حتى اليوم من كل الاتجاهات والمواقع المسيطرة عليها، أمر على إثره نزح الكثيرون فيما الأكثر قهرتهم الظروف، ولا زالوا يراوحون أماكنهم بين الحياة والموت تحت أسقف بيوت مهدمة أو منشأة حكومية مستهدفة. استهداف للمنازل، هذا المنزل مثلا بصاروخ كاتيوشا، المنزل الآخر بهاون، وعدة منازل حصل استشهاد بأكثر من 30 فرد بقذائف الهاون، يعني على مستوى ما بين 10 أشهر إلى 11 شهر، يعني في من أبناء مدينة النور أكثر من 30 شخص في يوم واحد، 10 أشخاص بقذيفة هاون بجانب المقبرة. فأيضا الانتهاكات لضرب البيوت المنازل الكاتيوشا بحجة استهداف الموقع، لأن كان معسكر الدفاع القوي هو خط تماس، فكان يستهدفون بعذر معروف أنهم يستطيعون يستهدفون الدفاع، لكنه انتقام من من أبناء تعز، ومدينة النور مكان أيضا من أبناء تعز، فكان استهداف انتهاكات إنسانية جسيمة. قسما بالله إن يروح وحهم دوي نقوم زوام الرأس دبوة معصود من يشوف واحد العزايا والنئار والخعار والصنفر تقي ذبت هزائل عظيم وقات ذبت هزائل عظيم وقات ذبت هزائل عظيم بس سبحان الله الساتير. والله مرقد اللي قلت راب أني موكلك، خرجت وقلت راب أني موكلك، والرصاص فوقنا مثل البراد، تعرف البراد والقذائف، وذاك حق الطائرة مصلى ذاك مفرد الطائرة مثل الطماش فوقنا، وانا احنا جلست والله ما نزحت نزحة لجلس الله وموكل الله. من القصص التي حصلت وهي فردية، انه عند استهداف
مبنى الرعاية الصحية الأولية التي يقطنه العجزة من والمعاقين من مرضى الجذام، أنه عند عملية القنص التي كانوا يتعرضون لها كان ينصحهم الكثير بالخروج من هذا المكان، لكنهم صمدوا واعتبروه منزلهم الوحيد بعد أن تم رفضهم للعودة إلى محافظاتهم. فأذكر في يوم من الأيام أن المشرف على قسم الرعاية الاجتماعية الأخ سمير صالح الدوح اتصل بي بأن أحد المرضى أصيب برصاصة قناص دخلت من النافذة، وكان ينزف، وكان ليلا، كان الوقت ليلا، ولم يتوفر له الإسعافات، إلا أن المرضى أنفسهم عملوا على إسعافه وعلى إيقاف النزيف حتى الصباح، وتم إسعافه إلى مستشفى أخرى. هذه أيضا من المعاناة التي كانوا يعانون منها في أثناء تواجد الميليشيات في مدينة النور. تركة ثقيلة ورثتها ميليشيا الانقلاب في حي مدينة النور، وحصرها قد لا يسعفنا في هذه العجالة، ولعل شواهد الخراب والدمار في المنازل والمرافق أكبر من قصص تروى أو حديث يقال. قطع للإمداد حتى المواد الغذائية، حتى أنهم كانوا أي واحد من أبناء مدينة النور يخرج إلى الستين أو إلى مفرق شرعاب يسجن يعذب، يعني انتهاكات جسيمة كبيرة جدا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصورها من هؤلاء، لأن هؤلاء ليس لهم دين ولا لهم عرض. الوجع الذي خلفته ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة النور غائر جدا، فقصص الإنسان أكثر من مشاهد الدمار، ولا يعتقد أن حجم الضرر توقف عند هذا الحد في ظل العبث الممنهج الذي مارسته تلك الميليشيا بحق هذه المدينة وساكنيها.